أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا العزيز القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أعزائي، لا يسعني في هذه الحلقة إلا أن نبتدئها بما قالها السيد المسيح: كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكلون يكال لكم. وردتنا رسائل كثيرة، نشارك معكم هذه الرسالة التي وردتنا من الجزائر. الكاتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المحترم القمص زكريا بطرس، لقد لمست من شروحات سيادتكم دعوة مفتوحة للمسلمين للعلم والتفكير وعدم الهروب من فهم الآيات القرآنية، وكأنك تقول بأن المسلمين يخشون اكتشاف الحقيقة وقد ينقلبون على أعقابهم، غير أنني أذكركم ونفسي بأن الحكمة ضالة المؤمن، ولا أجد حرجا في الاعتراف والردة عن الباطل إذا ما استنار عقلي بنور الحق، وأرجو منكم أن يتسع صدركم وتقبلوا هذا التحدي مثل ما قبلته أنا. لقد فهمت منكم أن ما ورد في القرآن الكريم مطابقا للمعتقدات الصحيحة في المسيحية بشأن المسيح عليه السلام، وأن الله عندكم إله واحد وليس ثلاثة كما يعتقد عامة الناس بشأن المسيحية، وأن كلمة ابن ليس المراد بها البنوة البيولوجية بل لها الكثير من المعاني، إلى آخره من دروسكم والتي استفدت منها في مواضع كثيرة. السيد المحترم، ألم يخطر ببالكم أن تسألوا من أين جاء هذا الرجل الأمي بكل هذه العلوم منذ 14 قرنا، وبل من أين له أن يعرف أن النباتات فيها زوجين ذكر وأنثى، الآية 3 من سورة الرعد، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. فكرة الفداء، حسب ما فهمت أنه يكفي للمرء أن يسلم قلبه للمسيح ويغتسل بدمه كي يغفر له وينال الحياة الأبدية. سيدي، هب أن رجلا تمكن منك وفقع عينيك وقطع يدك ورجلك من خلاف، واعترف أمامك بأنه سلم قلبه المسيح واغتسل بدمه، فهل يطيب قلبك وتطمئن بأن الله سيغفر له؟ هذا علامة سؤال. أبدا مهما كانت الحجج، ما مصير البشر الذين سبقوا المسيح عليه السلام؟ أليس لهم الحق في المغفرة والخلاص بدم المسيح؟ سيدي المحترم، إنه بإمكانكم في لحظة بإمكانكم وفي لحظة تتخلصون فيها من الكبر ومن العناد ومن رهبة الناس في قول الحقيقة، أن تنالوا الدرجات العليا عند الله العزيز الكريم وتنجون من شهادة المسيح عليه السلام يوم القيامة، الآيات 116 و117 و118 من سورة المائدة، بل ستنقذون الملايين من الضالين لما لشهادتكم من وزن لديهم. أسأل الله الهداية لنا ولكم، لا إكراه في الدين، وشكرا. شكرا يا أخ جمال، ما تعليقكم على هذه الرسالة؟ وطبعا احنا بنشكر اهتمامه في ان هو يكتب للبرنامج، ده دليل اهتمام الحقيقة، واحنا بنقدره وبنشكره عليه. نعم. أما عن تساؤلاته بخصوص من أين جاء هذا الرجل الأمي، أعتقد أن احنا في الحلقات اللي فاتت ردينا عليها ووضحنا أنه لا كان أمي ولا حاجة، لكن أمامي، يعني ما هواش من أهل كتاب. وبعدين علم النبات من آلاف السنين، العلم كان معروف في مصر ومتقدم وفي الحضارة السومرية طبيا وفلكيا ومن جميع نوع العلوم، يعني مش حاجة جديدة، كان في القرن السابع الميلادي. أما فكرة الفداء وأن واحد يفقع العين ويقطع الرجل بالخلاف وإلى آخره، ومش ممكن أنه هو يقدر يغفر له،
هو طبعا لأنه مظلوم لأنه من خلفية إسلامية فما يقدرش يغفر لأنه عنده عين بعين والسن بسن والبادي أظلم. لكن بالنسبة للمسيحية تاريخ الشهداء من تقتيل وتقطيع وتعذيب ووضع في الزيت المغلي ثم في الماء البارد واستحملوه وغفروا وقالوا لا تقم لهم يا رب هذه الخطية. استفانوس في الكتاب المقدس رجموه بالطوب وهو بيرجم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. الحب. بس السؤال هنا شخصي لك أنت. أنا مرحب ما اتحطيت في السجن أكثر من مرة، مرتين دخلت السجن. نعم. مرة قعدت سنة ومرة قعدت 4 أيام على أن أطرد برا البلاد، وأربع أيام بلا أكل وبلا شرب، ويعني والحمد لله وصلت لهم وغفرت لهم من كل قلب يعني. لأن روح المحبة لما بينسكب في القلب بيغير الطبيعة البشرية من جوه، ومن غير سكيب حب الله في القلب مش حاجة تتفهم أبدا. لكن احنا بنشكر اهتمامه وتقديره وإرساله لنا هذا الخطاب. شكرا. ننتقل أعزائي إلى موضوع جديد وهو السؤال الآتي. نلاحظ على فوق المآذن في الجوامع عامة أن هناك هلال بشكل قمر، هلال قمري، فما يعني هذا القمر وما تفسيرك لهذا القمر؟ والحقيقة الموضوع ده مهم قوي وخطير جدا وللغاية. وبيبين قد ايه تأثر الإسلام استكمالا للمواضيع اللي فاتت بالشعائر والتقاليد والعادات والأيديولوجية الجاهلية الوثنية زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت. وده برضو نوع جديد من التأثر بالجاهلية الوثنية. ازاي؟ بس قبل ما اقول ازاي، انا ان سمعت ان طرح سؤال على الشيخ فضيلة الشيخ القرضاوي في الجزيرة، برنامج من البرامج بتاعته، بيقولوا له ما العلاقة بين الإسلام وبين الهلال القمري؟ فنفى نفيا باتا أنه توجد علاقة بين الاثنين. مش عارف هو ما يعرفش ولا بيتجاهل، أنا مش عايز أحكم عن الحكاية ديت لأنه راجل دكتور وباحث ومفتي وكده يعني، فبعتقد أنها ما تفوتش عليه. وعشان كده عايز أقول لفضلته ولمن مثله من أحبائنا المشاهدين الذين لا يعرفون أن آيات القرآن التي تكلمت عن الهلال والقمر عددها 50 آية قرآنية. إذن ما قاله الشيخ القرضاوي أنا بعتقد أنها ردود دبلوماسية عشان ما يدخلش نفسه في مشاكل، يقولك ما نعرفش عنها حاجة خلاص. أنا بعتقد كده يعني، لكن الله أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى وأنا أفتيت الآن. عدد الأحاديث النبوية التي ذكر فيها القمر والهلال 2027 حديث. يبقى مجموع الأقوال التي قيلت في القرآن وفي الأحاديث 50 آية و 2027 حديث. يبقى 2913 قول، أي لو قربناها راوند فيجر هتبقى 3000. كيف لم يعلم عنها شيء فضيلة الشيخ؟ تساؤلات عجيبة. أنا مثلا في القمر، الله بيقسم بالقمر في سورة المدثر، مدثر آية 32، والقمر والليل إذا أدبر، وبرضه في سورة الشمس 1 و2، والقمر إذا اتسق، وهكذا. دي ناحية. ما موقف دائرة المعارف من هذا الكلام؟ دائرة المعارف البريطانية الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية جزء 32 وصفحة 10055. استهلت دائرة المعارف هذا الموضوع بقولها للهلال أهمية في الشريعة الإسلامية، وأعطت 55 دليل دامغ على ذلك. طبعا مش ممكن واحد زي فضيلة الشيخ القرضاوي يكون ما اطلعش على دائرة المعارف الإسلامية وشاف 55 دليل على العلاقة والرباط وأهمية الهلال. نعم. فيه زي ايه مثلا؟ يقول لك في دائرة المعارف الإسلامية، بالهلال يتحدد التاريخ الهجري الإسلامي، بالهلال تتحدد مواعيد الحج، وبالهلال يتحدد الصوم،
ويشير القرآن للهلال في سورة البقرة بقوله يسألونك عن الأهلة، وفي سورة البقرة يشير القرآن للصوم حتى تروا الهلال. ومن الاستخدامات المبكرة للهلال في التزيين كان موجود في بلاط مسجد قبة الصخرة. فهل الهلال يرمز أي شيء إلى مواقيت الحج وما غيره؟ بالتأكيد اتخذ لتحديد مواقيت الحج ومواقيت الصوم. كما يستخدم الهلال كحليات للآدميين أقراط وغيره، وعلى عملات صلاح الدين الأيوبي، واستخدم على الفخاريات، واستخدم كشعار لحكام المسلمين. نعم. الظاهر سيف الدين برقوق وخلافه. استخدام الهلال بالدين، استخدام الهلال للدين، تم استبدال صليب كنيسة آني بآسيا الصغرى في القرن الخامس الهجري بهلال عند تحويلها لمسجد عشان يشكل قيمة رمزية، الهلال بدل الصليب، شعر إسلامي. وزي ما حضرتك قلت شاع استخدام الهلال على القباب والمآذن والمساجد وإلى آخره حوالي خمسة. وبعدين أصبح الهلال كرمز رسمي في الدولة العثمانية لما قرر السلطان أنه هو يتحط في العلم. نعم. وتبعته دول إسلامية كثيرة، تونس، مصر، باكستان، ليبيا، الملايو، ماليزيا، موريتانيا، الجزائر، حطين العلم الحلال في العلم بتاعهم كرمز لدولة إسلامية. واتخذ أيضا الهلال تمييزا لمقابر المسلمين عن المقابر اليهودية والمقابر الايه المسيحية. نعم. يعني على المسيحيين في المقابر حاطين صليب، وعلى اليهود حاطين نجمة داود، فهم اختاروا الهلال. إذن من هنا يتضح ان الهلال له قيمة كبيرة عند الشريعة الإسلامية. نعم. والمسلمين اتخذوا شعار بدل الصليب. طب بس السؤال هنا مهم قوي، يعني المسيحيين خدوا الصليب شعار لأنه رمز للفداء، واليهود خدوا النجمة بتاع داود شعار رمز للملك اللي هما بيسعوا إليه ومجيء المسيح. السؤال بتاعي، طب ليه هنا بقى المسلمين أخدوا الهلال شعار؟ مش برضو ده يثير التفكير، يثير التساؤل. نعم. ليه؟ نعم. هل هناك سر وراء هذا؟ بالتأكيد. لأنه أنت تقول أنه أحد علامة المسلمين ينقض أو يتحاشى هذا الأمر ويقول لك ليس له أي مكان أو أي طعم. لكن هنا السر بقى. هناك سر. ما هو هذا السر؟ الهلال ده كان في العهد الجاهلي والوثني كان له قيمة كبرى جدا، لأنه كان القمر، إله القمر. هذا ما قبل الإسلام. قبل الإسلام في الوثنية. نعم. زي ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية البريطانية جزء أول صفحة 10057 يقول لك كان العرب في جنوب الجزيرة العربية يعبدون الثالوثة. نعم. صفحة 10057 و10058. 10057. نعم. أنا اختلط الأمر. لا، لأنه نحن نريد المشاهد أن يتحقق بنفسه ويرجع للصفحات. نعم. أسف. 1057 كان العرب في جنوب الجزيرة العربية يعبدون ثالوثا، هو الإله القمر والإلهة الشمس وعشتار ابنهم، وكان القمر هو أكبر من في الثالوث، الإله القمر هو الإله الأكبر. وهذا هو عين ما أكده السيد محمود القمني في كتاب الأسطورة في التراث أو في القرآن. هذا كتاب موجود الآن ويتداول. أيوة. في الأسواق. صفحة 4 إلى صفحة 11 يقول كان أحد أسماء إله القمر. نعم. عند العرب السبائيين إله مقة. نعم. اللي ترجم إلى اللغة العربية الله رب البيت الحرام الموجود في مكة. نعم. رب البيت الحرام الذي موجود في مكة إله القمر. ويذكر القمني في كتابه إله القمر صفحة 11 كان إله القمر مذكر، وكانت زوجته إلات وهي الشمس، وكان لهم عشتر الذي كان ملازما للشمس في شروقها وغروبها،
وهو المشار إليه في القرآن بالنجم الثاقب في سورة الطارق. عشان كده لازم تلاقي الهلال فوق الجامع وفي ديله نجمة هلال وفي طرف التحتاني نجمة اللي هي ايه؟ عشتار ابنهم. وإلا ما رمز النجمة مع القمر؟ أمور لازم الواحد يفكر ما يمررهاش كده مرور الكرام. لازم هل هناك أي دليل أو برهان أن القمر كان يدعى الله؟ آه طبعا بالتأكيد. يعني وهل نربط بين الله والله؟ أيوة. هل هناك أي ربط بين الاثنين؟ بالضبط. نتائج حفريات الآثار موجود على الإنترنت. The Archaeology of the Middle East. الآثار في الشرق الأوسط. www.biblebelievers.org. www.biblebelievers.org. النتائج دي بتقول اكتشف الأثريون العديد من المعابد التي كانت مخصصة للإله القمر في أماكن عديدة في الشرق الأوسط من تركيا لحد نهر النيل، وأطلق عليه الأشوريون والبابليون والكلدانيون اسم الإله سين. الإله سين. أثبت العلماء العالمان الأثريان جوبرج وهول أن السومريين في حضارة جنوب العراق كان عندهم نفس الإله والمعبود، ووجد رمز الهلال القمري على أختام السجون، والعيش نفسه كانوا بيعملوه على رمز الهلال رغيف نص رغيف عشان كانوا بيقدموه للإله القمر. وفي الخمسينات في القرن الماضي اكتشف معبد كبير لإله القمر في فلسطين في مكان معين حازر، ووجد فيه تمثالين للإله القمر، كل تمثال عبارة عن رجل جالس على عرش وحفر على صدره هلال قمري، وده موجود على النت في الموقع ده. لما الواحد يعمل له كليك هيبص يلاقي التمثالين دول اللي وجدوهم في الحفريات في الخمسينات، وهذا حديثا في الخمسينات. ممكن انه المشاهد يروح لهذا الموقع اللي هو www، وسنضع الموقع على شاشه التلفزيون bibles.org. نعم. سؤال اخر، هذه الكشوف الاثريه أن تقول تمت في العراق وفلسطين، ولكن هل وجد أي اكتشافات في الجزيرة العربية؟ بالتأكيد. منذ القرن التسعة عشر قام علماء آثار كثيرون بحفريات في سبأ ومنان وقطبان، ووجدوا مخطوطات كثيرة. منان وقطبان في الجزيرة؟ أيوة. وفي الخمسينيات في القرن الماضي قام عدد علماء أثريون آخرون منهم ويندل فليبس ودبليو إف ألبرايت وريتشارد باور اند اذرز بحفريات في قطبان وتمنة ومأرب عاصمة سبأ القديمة، واكتشفوا آلاف من الحفريات والأواني اللي عليها الهلال إله القمر. الدراسة الأثرية لمنطقة الجزيرة العربية وجدت أن الإله الأكبر الذي كانت عبادته سائدة في كل الجزيرة العربية كان اسمه إله القمر الله، وثبت بالأدلة القاطعة أن عبادة الإله القمر كانت منتشرة في زمان نبي الإسلام محمد. من ضمن الآلهة كان الناس يعبدوا القمر في ذاك الوقت، وكان له تمثال في الكعبة صنم. كما أشار عالم الآثار كون قائلا المعبود القمر كان يدعى الإله، وقد اختصرت إلى كلمة الله قبل الإسلام. وقال الأستاذ كون أيضا هكذا كان توجه محمد بالنسبة لنفوذ الله، ده أصبح الإله أي الله الكائن العظيم الأكبر. وعشان كده القرشيون ما احتاجوش يسألوا له مين اللي انت بتنادي بيه، لأنهم عارفينه مش كده؟ يعني لو كان جاي باسم إله غريب كانوا قالوا له ده مين ده.
ولهذا لم يحتاج محمد أن يعرف الله على اعتبار أنه معروف للوثنيين. ونشأ محمد في هذا الوسط اللي فيه عبادة الإله القمر. والواقع الوثنيين لم يشتكوا قط من اسم الله العبري ده الغريب ده، ما هوش غريب. قال الباحث في الإسلاميات قيصر فرح: كان العرب يعبدون إله القمر كإله عظيم، وحيث أنهم يقولون أن الله أكبر فهم لا يزالون يحملون فكرة وجود آلهة أخرى وده أكبر. الله أكبر، يبقى في آلهة وفي أكبر. أكاد أسمع تقول أن إله الإسلام هو إله القمر، وإلا ما كانوش حطوا الهلال كرمز وشعار فوق الجوامح، يعني هتتحط ليه؟ ما هي العلاقة يعني؟ خدت بالك ده افتراضات احنا بنحطها وبنحتاج من المشاهد ان هو يتأكد منها. هل هناك علاقة أخرى بين القمر وبين أنها فوق المآذن وفوق القباب ووائل آخره؟ إيه العلاقة؟ واضح؟ نعم نعم. لماذا اختير القمر كرمز؟ إيه السبب اللي يخلي المسلم يختاره كرمز؟ تمام، هو مش المسلم، هو محمد اللي اختاره. نعم. ما فيش تعليل آخر سوى أنه كان رمز إله القمر معبود العرب، وأراد أن هو يأتوا إلى كلمة سواء زي ما حصل في صلح الحديبية، تنازلات 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 عشان بس يكسب القرشيين والعرب بعد ما فقد وراحت كل مجهوداته لربح اليهود في المدينة، ضاعت ربح النصارى ضاعت، فما كانش قدامه اللي هو يكسب العرب فيتراضى، وجه واخد إلههم شعار وأصومهم والمناسك بتاعتهم والكعبة إرضاء، يأتوا إلى كلمة سواء. وهذا تعليلي والله أعلم. هل لديك أي تساؤلات أخرى في هذا الموضوع؟ بالضبط كده. عايز أقول ليه بنلاقي فوق الجامع هلال وتمثال هلال بالنجمة بتاعته؟ هم مش بيقولوا في سورة الأنبياء إن إبراهيم أزال الأصنام؟ نعم. ومش محمد لما دخل الكعبة أمر فأزالوا الأصنام؟ طيب ولما يتحط تمثال أمر والنجمة بتاعته مش ده تمثال؟ مش ده صنم؟ نعم. طب ساكتين عليه ليه فوق الجوامع؟ إيه السر وعشان إيه؟ نعم. شوف الإنسان العاقل لازم يتبصر ويشوف ويفكر ويحكم. ليه تمثال القمر؟ مش دي في عبادة أوسان؟ مش تمسك برمز الأوسان؟ ياريت كل مسلم مستنير يفحص جذور الإسلام ليعرف أصوله من خلال منهج النقد العلمي الحديث، وما عليه إلا أن يرفع قلبه لله وقول له رب نور قلبي وأنا بفكر في هذه الأمور لأعرف الحقيقة وأصل إلى الحقيقة، زي ما قال أخونا صاحب الجواب ده أنه عايز يوصل الحقيقة، مش كده؟ ياريت دلوقتي أخويا المسلم المشاهد، أنا عارف أنك أنت قاعد يمكن بتغلي دلوقتي لو ده كان أول مرة تسمعني، ويمكن بتفكر لو كانت أنت متعود أنك أنت تسمعني، لكن عموما دعنا ننسى كل شيء ونطلب من ربنا ان هو يرشد قلوبنا. قول وياي: يا رب انر قلبي واشرق بنور معرفتك في ذهني لاعرف محبتك، ارحمني انا الخاطي، امتلك قلبي الان، اعطني ان اعرف الحقيقه لاتبعها والارضيك في حياتي عندما اعرفك المعرفة الحقيقية. اشرق بنور معرفتك في قلبي، أشكرك لأنك تسمع صلاتي وتستجيب لدعائي. آمين آمين. قبل أن ننهي هذه الحلقة لدينا سؤال في الثلاث دقائق القادمة، أو سؤالين في الأحرى. أولا، إن كنت تقول أن اللات أو الله هو إله القمر، فليست لدي أي اسم آخر إلى الله أن أدعو فيه الله، فماذا أدعو الله؟
هي مش الفكرة في الاسم، الفكرة في القصد. تفضل. القصد، ما هو القصد؟ انت قصدك وانت بتدعو الله بتقصد الصنم بتاع إله القمر، ولا انت وانت بتقصد تدعو الله بتدعو خالق الكون؟ انا لا اشك ابدا ان كل مسلم يدعو الله خالق الكون، بس لازم يفكر ليه الهلال وكان اسمه في الوثنية الله اكبر الاكبر. ليه بقى كان بيسموه الله الاكبر في الوثنية؟ لان كان هما بيعبدوا الكواكب، فالشمس قوية، بس بمخهم البدوي ان بيجي الليل الشمس ما بتقدرش على الضلمة فبتهرب، لكن يجي القمر يقف ويتصدى للضلمة وينورها، ينور الضلمة، فبيعتبروا ان القمر قاهر الظلام وهو اقوى من الشمس. لدينا سؤال اخير وهو يقول الكاهد: كنت واحدة من أمراء الجماعات الإسلامية وكنت معروفا بشراستي وحبي لسفك الدماء. أنا حزين على كل ما فعلت وقدمت توبتي وقبلتني وقبلني الرب الفادي والمخلص وغير حياتي. إنني أصبحت والآن أحب من عاديتهم. من عادني؟ من عاديتهم وهم ومن كنت أسميهم خطأ النصارى. ولكن مشكلتي الحالية هي أنني أصبحت أكره الذين وجهوني إلى ذلك الاتجاه الخاطئ وضحكوا علي أكثر من 35 سنة من عمري، فبماذا ترشدني؟ أمين. في عجالة البسيطة عايز أقول أن المسيحية بتعلمنا محبة الأعداء، فأقول له: يا رب اسكب حبك في قلبي عشان أقدر أحب كل الناس من خلال قلبك أنت. أمين. شكرا، ولنا لقاء فيكم في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لدى الله. شكرا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. أمين. شكرا جزيلا.